بنرحب بالمطربه الليبيه اللي منورانا النهارده في بوابه اخبار اليوم الفنانه عبير قاسم منورانا النهارده في اخبار اليوم الله يخليكي مصر منوره بنسها والله انا سعيده اني معاكم واتمنى اني اكون حسن ظن كل المصريين <applause> واحنا كمل نتمنى كده احنا بنبارك لك على اوبريت الزعامه مش كلام وعايزينك تكلمين عنه الله يبارك فيكي الزعامة آه مش كلام آه كلمات الأستاذ آه أحمد شتا وأنا تشرف جدا إني أنا أول مرة يكون لي معاه مشاركة زي دي آه وألحان الأستاذ وليد منير طبعاً مع نخبة كبيرة من الفنانين العرب والمصريين الأستاذ يهاب توفيق والأستاذ محمد الحلو والفنانة الراقية جداً ريهام عبد الحكيم ومجموعة كبيرة برضو وعندنا الفنان محمود الشاعري أخو الفنان حميد الشاعري الليبي فطبعاً كانت مشاركة جميلة جداً وإن شاء الله أكيد لما يتم عرضها يشوفوا كل الناس يعني العالم العربي كله يعني هيشوف العمل ده قد مميز جداً عايزين نعرف ازاي جت مشاركتك من خلال الاوبريت ده؟ والله هي من خلال الفنان الليبي محمود الشاعري يعني قال هم عاوزين وجه مشرف وبيقولوا <applause> <applause> وش ليبي جديد و... فانا يعني تشرفت بال لما لما هم كلموني يعني انا تشرفت جدا وحبيت اني تكون لي مشاركه يعني خاصه لمصر يعني بحكم ان ممتي مصريه فاكيد هذا هيكون شيء جميل جدا والله انت جيتي النهارده عشان تباركي للفنان حلمي عبد الباقي عن اغنيته الوطنيه الجديده البطوله مش كلام كلمينا بقى عن علاقتك بالفنان الجميل حلمي عبد الباقي والله هي كانت من خلال الاوفريت اتشرفت بمعرفته جدا وهو معانا طبعا في الاوفريت وحبيت لما سمعت ان هو عنده العمل اللي ضد الارهاب ده يعني قصدي هو مقدم عمل جميل جدا ويستاهل ان الواحد يجيله بالبقت الورد كمان ويحييه عليه على عايزين بقى نسمع حاجة من الفنان عبير رئاسم معنا في باب أخبار اليوم أنا هقول مم. <ممم> في ليلة سماها نجوم في ليلة هجرني النوم في ليلة سماها نجوم في ليلة هجرني النوم وأنا نفسي أسألت القمر عنك هو عمل ليبي طبعاً كلماته الأستاذ علي العبارة وألحان وتوزيع ياسر النجم وطبعاً ادعتها أدعت قناة مزيكا فترة كده وإن شاء الله يا رب توصل له الملايين مش اللي <الناس> فيه عمين بتحضر حاجة الفترة الجاية؟ والله أتمنى دلوقتي يعني أنا بسعى كتير يعني وخاصة يعني حابه أني أتعاون مع مصر كتير كتير جداً احنا كمان نفسنا نشوفك كتير في مصر <hammer> وانا ايضا والله ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين يا ربي شكرا <muşnarrator>